إن تحقيق المنجزات وتصحيح الاختلالات ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي يقتضي العمل الجماعي والتخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة والأحزاب المكونة لها. كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية والعمل على تحسين أداء الإدارة وضمان السير السليم للمؤسسات بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع وبين كل مكوناته. ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها، والهيئات السياسية جادة هي التي تقف إلى جانب المواطن في السراء والضراء. والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها. فالمنتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين والتفاؤل مع الأحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها بدل تركها تتفاقم وكأنها غير معنية بما يحدث.